شخص يصلي في البيت أو الشغل دائما، شخص يصلي في المحروم الأجر، بل قد يأثم، بل أخطأ أنه يأثم إذا تخلف عن الجماعة لغير عذر، والله أعلم، وإن كانت الصلاة تصح. أما تفصيل ما ذكر فإن النبي لم يأذن للأعمى، لم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته. وأما حرمانه الأجر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته، عفوا، صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة.